هوبي ماشي، بس في اللغة العربية كلب. هوبي. ها في اللغة العربية كلب. اوكي لحظة معلش يا حبايبي كده جوت ثانية. جوت. لا لا، ليف 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 مين ميتينج ليف. انت غبية. جوت جوت ات. لا يس يمكن تكون مصيبة، احنا ما قرأناش اللي فيها. بعدين مين بي اس ده؟ بي سي. بي سي مش بي اس. بي دي اس. ماما ثانية، بس انا راح اتاكد يمكن وحدات من اخواتي اصلا بغض هم النظر اكبر اه، مني. ممكن عندنا بدل بقى ما نقول بوبي نقول ايه كلب. تمام ممكن نكتب هنا كلب، اي حيوان، اسد، جمل، حصان، مش ده بنسميه حيوان؟ طيب راحت في فين؟ ثانية، في أسد، في ما أسد، بقول اسد. طيب عندنا أسد مرة بيبقى حيواني المفضل. مس ايه يا سمسم؟ في واحد اسمه بي سي هنا ولا واحدة مش عارفة. ما هو في حد ده تبع الأكاديمية من قاعدة، مش مشكلة. تمام ماشي. مكان، ها مكان، المكان ده زي مثلا مول أه؟ مول مول. أبو المكان ده ظبي، كله برج عربي، خليفة، نقول ايه؟ نقول ايه؟ ها برج حديقة الحيوان. برافو عليكي، انت بتحبي حديقة الحيوان؟ ما احنا رحنا قبل كده يا دوب. مكاني المفضل فندق الفندق. صافي. شاليه فندق شاليه شاليه. كل ما تروح فندق تقوم هابطة في المسرح. مش كيف وانا صغير رحت 500 واحد. طيب ايه كمان برضو ممكن نقول اسم بلد زي مثلا ايه؟ دبي، فلسطين، مصر، كوريا، مصر، دبي، مصر، مصر، مصر. مغرب، تمام إتلسكسي، كل دي اماكن سعودية، سوريا، عادية. فلسطين، طيب انا المهم ان انتوا سوريا عرفتوا تعرفوا وفلسطين خالص. وأمريكا ويوغندا. مرتانا يوغندا، طيب مصر، جماد، جماد، إندونيسيا، جماد، ها جماد، جماد، تلفزيون، شجرة، مراية، شجرة، جماد. تاخدوا علوم ازاي؟ شجرة جماد. شجرة، جماد، النبات كائن حي مش هذا هذا جماد. الجماد. اوكي. ايوه مثلا مكيف، مكيف. خشب، لا الخشب مخلوط رمال، بتاخد ها رمال، ايه؟ رمال، جبال، جماد. جبال. جماد. ها نعم، رمال ازاي جماد؟ هي بس بتحس جبال مش كشمس، جمال، مش جماد. شمس بالباء جماد. لا الجبل. شمس جماد، شمس جماد ها مستحيل. لا شمس جمال ايه؟ مالناش دعوه بالحاجات الكونيه. جماد ها الشمس لسه. خلي صحيح، حضرتك معايا، خلي لأن حضرتك الشمس جماد. بتتحرك والقمر بيجي مكانه. الشمس كوكب صح؟ عندنا ها ها نجم. الشمس نجم. يلا ها قلم جماد ولا مش جماد؟ برضو حقيبة، مقلمة، ألوان، مقلمة. اه حقيبة. ألوان يلا دي مش حقيبة، دي ألوان. كتاب ماشي، شنطة كتاب، ألوان، ماشي، ألوان خشبية ومائية، ألوان والفرشة بتاعت الألوان المائية. كتاب، كتاب كل ده حلو. اوكي ده كتاب. قلم. طيب أي تعالوا بقى نشوف النبات. ها ايه أمثلة للنبات؟ الله، ايش دوار الشمس، دوار اوكي شمس، دوار دوار شمس الشمس. اللون الاصفر ناخد منه الليل. اوكي. انا بس ما دوار الشمس. ها الوردة، تفاح، الوردة، نبات تفاح بيتنبت. التفاح طبعا نبات، أي حاجة نبات بناكلها اخر بتزرع تبقى نبات. تفاح من نوع النبات، طيب من نيجي نوع بقى الفاكهة. للصفة، ايه اللي ما بتهتمش في العلوم؟ لا نوع فاكهة، نوع مش فاكهة. هنتخانق. ها الصفة، الصفة، الصفة دي موز، حاجة موز. انا زرعت مانجا، مانجا، مانجا. يعني ايه صفة؟ يعني ايه صفة؟ يعني حاجة بتميز اللي قدامي، يعني حاجة في الإنسان اللي قدامي، زي مثلا إيه؟ كريم، بخيل، جميل، شرير،
شرير، لا مش عايزين بتكره دول بقى، مين؟ ها، صادق، كاذب، تمام، دي بنسميها صفات. يبقى هنا كريم، نكتب مثلا مساعد. كريم، بخيل، متعاون، مش اسمها مساعد، بخيل، متعاون. متعاون. ماشي، متعاون، صادق. صادق. صالح. صادق وصالح. صالح. ايه يعني صالح؟ روحي تعمل وكاذب. ايه؟ احنا مشغول، القط بتاعنا عمال يخربش في السرير. خليه مش اوكي، يبقى ده يا ولاد، ها، بلانيت الحلوين، ده كريم. الدلالات، ما كنت خلاص، دي دلالات الاسم، بنكتب دي دلالات الايه؟ الاسم. ممكن يجي على، يجي اسم انسان، ممكن يجي اسم حيوان، ممكن يبقى مكان، ممكن يبقى جماد، ممكن يبقى نبات، ممكن يبقى صفة، اتفقنا؟ طيب، شو كتير عندنا فعل كم نوع؟ 3 أنواع: ايه هما؟ فاعل مفعول به وفعل. غلط 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 غلط. أنا مش عارفة أسقف من غلط غلط دفكت. والذاكرة كبيرة خفيفة. أنا مشكلتي أنا المفروض أحط كل المادات في مخي. متفكرش عن العلم، فكر عن العربي. عمال أفكر يعني مش خبيث. تلتمس. طيب الفعل عندنا كم نوع؟ 3 أنواع: ايه هما؟ فاعل ومفعول به. لا، دي الجملة الفعلية، دي أركان الجملة الفعلية. أنا بقول الفعل نفسه دي كم نوع؟ ها؟ 3 أنواع. أيوه اللي هما؟ ثانية ثانية ها؟ بحاول أفكر. فاعل حرف 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 حرف. لا، كل دي احنا الكلمة، بنركز. دي الكلمة هي اللي ذات أنواع، اسم وفعل وحرف. الفعل نفسه ده هو كم نوع؟ عندنا 3 أنواع للفعل، ثلاثة ماضي، أنواع. ماضي أمر، ومضارع أمر. أيوة كده، افتكروا معايا، مضارع، أمر، وأمر. وأمر. ايه ده؟ ولا هنا في خط؟ هذا المفروض هنا في خط. نعم. تمام يا ولاد، ماضي مضارع امر. اوكي، اوكي. مين هيجيب لي مثال على الماضي؟ الساعة الماضي. انا خليها تشوفني. لا، انا عايزه حل. قولي يا حلا، كل واحده هتيجي تقول حاجه. اوكي. حلا شربت العصير. أو يبقى مثلا شريبة، هناخد الماضي هنا نقول شريبة. المضارع منها شرب. ايه يا سما؟ بعدين أنا فعلا خلصت عصير. شاطرة، ها، يلا يا يلا يا سما، المضارع ايه؟ المضارع ايه من شريبة؟ مضيرة. يشرب. شاطرة، ناسي إله. يشرب وتفرج. ها، تفرج بس مش يتفرج. يلا دري طب يلا تفرج يا، دري. طب يلا يا حلا، الأمر أمر. شرب يشرب، شرب يشرب. انا استني. ها، يتفرج. لا أنا قبيل. عايزاه مني من شريبة، ها، الماضي بتاع شريبة إيه؟ قصدي شرب. الأمر بتاع شريبة، شرب. المضارع، يشرب يشرب يشرب. ما إحنا قلنا الماضي وقلنا المضارع، أنا بقول لك هات الأمر، بقول له كل إيه؟ نفسي. قولي يا سما اشرب. اشرب اشرب، يعني تشرب غصب عنك يعني. ايوه، ما انا هو انا بامرك، الامر بامرك انت تعملي حاجه، تمام، زي ما اقول لك ايه، ها، اكتبي الدرس، ذاكري العلوم، ارسمي نقفل الكتب، الباب. أو مثلا
اعملي الهوم وورك، اعملي الهوم وورك اعملي طبعا. الورك. عارف انجليش اسوي ايه؟ مغربي ما اعرفش، مش عارفه لك. تمام. طيب يلا كمان فعل، تعالوا بقى نجرب برضو فعل. حلوه لعبه الافعال دي. قوي اللي بنلعب كل شوية. ماشي، اختاري فعل انت يا حاج. نسيت. ايه؟ يلا اختاري كلمة. كلمة اختاري فعل. المضاء مر. عايزة اقول امشي. كبير لكن لا. تخليها. انا مرة اقول كبير. طاولة. لا انا بقول فعل يا لولو. فعل. اوكي فعل، يعني بفعل، يعني بعمل دلوقتي ينظف الطاولة. ينظف. طب ينظف يبقى نظف ده فعل. طب ينظف ده ماضي ولا مضارع ولا امر؟ ماضي ولا مضارع ولا امر؟ ليه صوصوه يا سم؟ مضارع. مضارع. يبقى نكتبه هنا في خانه المضارع. ماضي ولا مضارع ولا امر؟ مضارع. طيب الماضي بتاعها ايه يا سمسوم؟ الماضي. سمسوم. قصدك سمسمة. ماضي. 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 يلا يا سموكس. عادي لو قلت الامر بدل ماضي. لا انا عايزه الماضي. لا لازم ماضي. سهلة. ينظف. لا لا نظف. مساعدة. انا قلت اديها فرصة يا لولو. ذاكرتك بقت خفيفة أوي يا سوسو، حتى لما لا شكل جنسيتي. طب قولي يلا انت يا لولو. خليها تقول. نظف الطاولة. نظف. نظفها. نظفها نظف. اهي. دي مش جاية في دماغي. دي مش جاية في دماغك، المفروض تبقى جوه دماغك. مخي معلق في العلوم. طيب نعمل بحركة قبل. يلا بقى نجيب الأمر. أمر. رفعت قبل، قولي انت. يعني مش عشان اللي يرفع قبليها، يعني هو اللي زي اديها ما فرصة يا لولو، هو اديها فرصة يرفع. المرة دي يا لولو. يا بنتي هنقول حادي بادي. حادي بادي. حادي حادي بادي بادي رمي كلمة بالزبادي. زبادي. ما اعرفش بقى ايه. كله على دي، على سموكة. يلا. خلص حجرة خلص. لا ما خلاص كده. يلا يا سموكة. سنة. يلا. نظف. 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 عندك مرتي. شاطرين خالص. طيب هل الأمر مع المذكر زيه مع المؤنث؟ يعني ينفع أقول لحلا اشرب؟ اشرب. انا ينفع أقول لك بنت. اشرب ولا أقول لك اشربي؟ اشرب اي اشرب. حاجة. يبقى أنا بضيف لك هنا يا مش إيه؟ المخاطبة. بضيفك أنتِ. ماشي بكلمك أنتِ. اشربي، العبي، ارسمي، اكتبي، اغسلي. اعملي. لكن لو ولد اعملي. مذكر، لو ولد مذكر هقول له اغسل، اكتب، العب، ارسم. تمام. اوكي. حطيت لو مذكر ومؤنث. رسم. تمام. طيب مذكر يعني ولد. اخر حاجه بقى عندنا جهز شنطتك لبكره المدرسة. الحرف زي ايه؟ عندنا حرف ايه وحرف ايه؟ حروف ايه وحروف ايه؟ احنا اخذنا حروف ايه وحروف ايه؟ ها؟ مدرع أمر. لا حروف. حروف. مضارع مؤنث. لا مخي لخبط. مخي لخبط. حروف. ثانية ثانية. سكون. لا نظف. ولا سكون ولا مش. لا ريك في حد يدري بلي مبتدأ وخبر. نعم. هما كم؟ عندنا خدنا حروف الجر
حرف زي ايه؟ ايه هي جر. تفضل؟ مش متذكراها، كان كده في مس قديمة غنيتها لك مش مش قديمة؟ متذكراها. ثانية، الباء وكاء والام. انا برافو، اكتر حاجة دي متذكرها هي الام. المتصلة، دي المتصلة، الباء والكاف واللام، حكتبها مامي في حل يا سما. شو محمد عمري ما هفهم جميل، صراحة. طيب اللي غنيتها لنا واحنا في الصف الثالث، تمام. وانا دلوقتي خامس. الباء والكاف واللام. بس انا مشكلتي لانها غنيتها في الصف الثالث، وانا طيب دلوقتي خامس. هنغنيها احنا تاني. ازاي انا خامس دلوقتي؟ اتذكرها ازاي؟ انا اكتر حاجة مذاكرها هي لام ومين. اوكي، مين على ايوه مين وعلى ثانية، مين وعلى مين وعلى مين وعلى لم كانت، لا كانت ايه، لا لا كان ذاكر لازم تشتغل، ذاكر لازم تشتغل. انا لو عملت مين كده حطيتها. وعلى. طيب تعالوا بقى نحفظها مع بعض كده. ها، دي المتصلة، وهنقول بقى الغير متصلة. ماشي، ها، اوكي، من إلى، من إلى، إلى عن وعلى. على، من إلى، عن على، مين وإلى عن وعلى، ميم والكاف والباء واللام. برافو عليكم يا شطار. يبقى هنا الباء والكاف واللام، من إلى عن على، في الباء الكاف اللام، من إلى عن على، في الباء الكاف اللام. دي حروف الإيه؟ الجر. دي بنسميها حروف الإيه؟ الجر. هنحفظ حروف الجر. اسمها حروف الجر. طيب عندنا تاني حروف في اللغة العربية اسمها حروف الجر. العطف. ال حروف العطف مين اه فاكر؟ حروف العطف. اه عطف. ها، العطف، ايوه. ماشي. حروف العطف. يعني ايه اصلا حروف عطف؟